روكسي، فوكسي وسنوي. بس بفيديو اليوم هفرجيكن روكسي وسنوي. وإذا حابين تشوفوا فوكسي لا تنسوا لايك، شير، الكومنت، وأهم شغلة سبسكرايب. وليتس جو. شي هعرفكن على سنوي. هلا صحيح هي شوي مجبية وبدها حمام، بس اتس جود. سنوي هي أنثى، وهلا فصيلتها مش محددة، بس يعني هيك لونها كيوت وعيونها زيتي، فأنا كتير حبيتها وكتير يعني هيك مهضومة وهيك. هلا خلينا ننتقل على البسين التاني، وهيدا هو روكسي اللي سنوي أبدا ما بتمشي بلاه، ويعني هو هيك معجعج وهيك ولطوف. روكسي روكسي قول هاي. ليكو ليكو، أجمل من هيك بسين بجنن. وهول البسين تاعي مو محدد بفصيلتهم. هلا روكسي هو عنده الخيط الثاني، بس نوي من أسرة يعني بعيدة كتير عنها. مثلا هودي لقيتهم حد بيته، هاي اجت هدية لإلي. يعني شوفوا يعني انه مع انه فارق بس ما بيمشوا بلا بعض. هلا صح لما جبتهم كتير عذبوني يعني هيك بالتعرف، بس بعدين لما تعودوا على بعض صاروا ما هودي اثنين ما بيمشوا خطوة بلا بعض. اما هداك الشجاع أشقر. إذا حابين تشوفوا البس الثالث واللي هو أروع واحد، وهو يعني هو أشجع واحد وهاي، لا تنسوا تكتبولي بالكومنت. وإذا حابين كمان معلومات كمان اكتبولي. وباي.